ايه؟ مفيش حمد لله على السلامة؟ حمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما تنساش تلحق تبلغ السنيورة بتاعتك ان جوزها اتجوز عليها. ها؟ يبلغها جوزها، تبلغيها انتي. اظن اللي تاخد واحدة من جوزها مش هتغلب توصل لها انها عملت كده. بقول لك ايه؟ مش خايف انقل الكلام اللي انت بتقوله ده لسالم بيه يقوم يقطع عيشك او رقبتك؟ لو انت صادقه، هو كان هيقطع عيشي لو ما كنتش خدت بالي من الحاجات اللي سبتيها في اليخت عشان مدام ريان تشوفها. لونه حلو صح؟ تحفه. برافو عليك. لايق قوي كمان اصله على ال شاطر. يا ربنا نسوان زبيدة ايه فرحات بس. اسألي بدل ما انت قاعدة محتارة كده، على الأقل تلاقي حاجة تشغلك بدل ما انت تبحلقيلي لما باكل. خلص أكل براحتك وبعدين نتكلم. ما تهيليش عندك صبر لحد ما أخلص أكل. عينيكي كلها أسئلة. عايز أعرف ناوي على إيه يا باسم؟ بعد ما تخلص أكل طبعا. أكيد هحلي طبعا. باسم انت فاهم انا اقصد ايه؟ اكيد هاخد حقي من اللي عمل فيا كده. تقصد سيد؟ سيد مين يا روح سيد؟ هاخد حقي من ابوكي. اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي كويس. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وايه اخبار ولي العهد؟ الحمد لله كويس. الدكتور طمنك؟ لا انا ما نزلتش، تعبت شويه، كلمت واجلت الميعاد لبكره. خلاص خليكي بقى لغايه لما الاقي جارد تاني. سليمان ما ظهرش في غيابي؟ اصلي بطلبه من ساعه ما رجعت ما بيردش. ايه ده؟ انت ما تعرفش ولا ايه؟ وماري يعرف منين ان سليمان هو اللي قتل اشرف؟ ده شك في اخلاص لسعادتك واتهام ولا انا بتهيألي؟ وانت ليه خدتها بالشكل ده؟ عشان سعادتك ما شفتش باصص لي ازاي وانت بتسالني السؤال؟ وانت كمان ما شفتش نفسك وانت بتقول لي خبر موته بمنتهى الهدوء كده؟ الله يرحمه يا فندم، مش هيغلى على خلقه. ونعم بالله. مؤمن قوي انت يا سيد. يعني يا فندم بحاول اقلل ذنوبي على قد ما اقدر. وذنوبك دي بقى من ضمنها الخيانه؟ عمري ما خدتش فيها ولا ذنب واحد حتى يا باشا. احسن برضو. انا اصلي ما عنديش غير ذنب واحد بس. بقتل اللي بيخوني. بس ده مش ذنب يا باشا. ده ممكن يتحط لك في ميزان حسناتك انك بتخلص البشريه من الفصيله دي. قول لي عملت ايه في موضوع الجارد الجديد اللي هياخد باله من وجيهه المدام؟ ما انا كنت جاي استاذن سعادتك عشان انزل اجيبه بنفسي. بقالي ايدك منه قوي؟ سعادتك امنتني امانه ولازم اكون قدها. وبعدين يا فندم تقدر تعتبر اللي جاي ده اتنين في واحد، غير ان هو جارد سواء مفيش منه. المدام عندها ميعاد بكره مع الدكتور. تنزل معاها تدي له ميعاد يقابلكوا في العياده. بعد ما تتفق معاه تجيبوه معاكوا وانتوا جايين. اوامرك يا فندم. عن اذنك. سيد المدام من الطيارة للعيادة ومن العيادة للطيارة، لا تروح لا كده ولا كده. رسالة سعادتك وصلت، ما تقلقش يا باشا. أوامرك هتتنفذ بالحرف الواحد. أستأذن سعادتك تبقي جاهزة بكرة قبل ميعاد الطيارة عشان ما نتأخرش. بجد؟ سلم بيه أمرني ننزل معاكي بنفسي. عن إذنك. اتفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا بنتي هي حنفية المايه اللي في وشك دي ما بتقطعش أبداً. بتعيطي على مين المرة دي؟ بعيط على خدتي. شفت اللي حصل يا سيد؟ إيه اللي حصل؟ سمعيني الأخبار العظيمة. إهبديني في وشك. بعيط على عجم اللي راح. بتعيطي على راجل ميت بقاله 8 سنين؟ بعيط على خيبتي وعلى مستقبل اللي راح. واطية، وأنا اللي فاكرك بتعيطي على الراجل، أتاريكي بتعيطي على نفسي. أنت بتتريق إيه سيد؟ طبعًا أتريق، ما لفلش المراية وأقعد أنوح زيك. طب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ مش أخل ده. هو اللي جاب لها سكة عجمي، هو اللي جاب لها سكة غيره. عيطي يا حبيبتي، عيطي.
عايز اعرف ناوي على ايه يا باسم؟ اكيد هاخد حقي من اللي عمل فيا كده. تقصد سيد؟ سيد مين يا روح سيد؟ هاخد حقي من ابوكي. هو بابا مش هنا؟ ما انتي عارفه انه مش بينام هنا عشان خاطر وجيه. هو مش في اوضته؟ ما انا افتكرته هنا عشان كده. يمكن خرج. كلميه على الموبايل ده لما كانش قافله. اوكي انا هنزل اشوف تحت في المكتب. شكرا. الو. ايوه بابا انت فين؟ قلقتني عليك. ايه في حاجه عندك؟ لا مفيش، انا بس بطمن على حضرتك. لا انا كويس، بس انتي قلقتيني. طيب هو سيد معاك؟ لا اشمعنى يعني؟ ازاي بس يا بابا؟ امال حضرتك مشغله عندك ليه؟ الله فيها بس انت ما تفهميني. مفيش يا بابا، انا بس بطمن على حضرتك. انت شايف البلد قلق اليومين دول، وما ينفعش حضرتك تمشي من غير حراسه. ما تخافيش عليا، مفيش حاجه هتحصل. ولو انه احساس جميل قوي اني احس انك بتحبيني وخايفه عليا، اصلها مش عوايدك. طيب ممكن تخلي بالك من نفسك؟ وانت كمان. اوكي تصبح على خير. بني يا حبيبتي. ما تقوليش ان بسنت قلقانه عليك. وايه الغريب في كده؟ لما هو مش غريب. انت مستغرب ليه؟ على فكره انت وحشتيني. وانت كمان. ايوه بظبط. ايوه انسه بسنت. انت نايم يا سيد؟ لا بجرب السرير. انت بتقول ايه؟ لا ما بقولش يا فندم، بقول امورين. وش كده؟ يعني ايه؟ يعني باسم قال لك في وشك انه خارج من السجن عشان ينتقم من ابوكي؟ ايوه يا سيد، وطبعا مش قادره اقول الكلام ده لبابا. هتقولي له ايه؟ انا دفعت 750,000 جنيه لباسم عشان يخرج ينتقم منك؟ فهيقول لك قوي قوي يا حبيبتي. خليه يعدي عليا بكره في المكتب بس، والنبي وصيه ما يتاخرش عشان يخلص عليا بسرعه، عندي ميعاد. ممكن تتكلم بطريقة أفضل من كده عشان أقدر أفهم؟ أنا آسف يا فندم، بس أصل الموضوع كله في شنك. عايزاها نصيحة، اطلعي نامي. اطلع نامي يعني إيه؟ وإيه في شنك اللي أنت بتقول عليها دي؟ أصل باسم ابن عمك من الآخر يعني بقه، ما بيعملش حاجة. فأنا رأيي يعني ما ترملوش ودن عشان ما تستخدمهاش في كلام فارغ. طب والكلام اللي هو قاله؟ طب أنا راضي ذمتك. شفتيها حتى في فيلم هندي. الدنيا علمتنا إن اللي بيقول ما بيعملش، واللي بيعمل ما بيقولش. لا يبقى أنت ما تعرفش باسم. باسم ممكن يعمل أي حاجة. زي ايه يعني؟ ممكن يقتل مثلا. يقتل؟ يقتل فرخة، يقتل كتكوت، يقتل سعادتك من الضحك، لكن يقتل كده بحق وحقيقي ودم؟ ما اعتقدش خالص يا فندم. انا رأيي ارمي طوبته. سيد عايزك تخلي بالك من بابا الكام يوم دول، وما تشيلش عينك من عليه، وكلم باسم وفهمه انه الالتئام ده ملوش لازمة. لا كده واضح ان سعادتك مخبية عني حاجة. لا وهخبي عليك ايه يعني يا سيد؟ أصل عقليها سعادتك. واحدة دفعت 750,000 جنيه لمحامي عشان يخرج واحد من قضية. يقوم الواحد ده أول ما يخرج يبقى عايز ينتقم من أبوها عشان مش طايقه وعايز يخلص منه. ولا في أي اعتبار للجدعنة اللي أنتِ عملتيها له. موضوع يعني ما يخشش دماغ عيل صغير. بس لو سعادتك فاهماه اشرحيهولي والنبي واحدة واحدة. عشان أنا مش هاضم الحكاية دي كلها من أولها. آه صحيح، أنا نسيت أقول لك تروح للمحامي عشان تصرف بقية الأتعاب. ما أنا برضه نسيت أقول لك إن أنا كبلت شيك باسمك. ايوه طبعا صح. انا يا هنا.